ماشي، وملح وفلفل، وطبعا دقيق بيض بقسماط، وزيت للقلي، وزيت للقلي. يبقى تاني سجلوا واكتبوا وتعالوا مقدركم استاذ اسامه جايبه اهو، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه عندي لما اجي اشتغل في تشيكن كيف، بختار صدور تكون متوسطه الحجم، لا كبيره قوي ولا صغيره. وخلي بالكم في فرق ما بين صدر، هوريه لكم دلوقتي، في فرق ما بين صدر واخد بنج زياده، بنج ايه يا شيف محمد؟ ايوه بيسموه بنج. يعني ايه بنج؟ يعني اتحط في الميه اللي بتغلي الفرخه بعد ما اتذبحت، اتحطت في الميه اللي بتغلي كتير، وبالتالي اللون بتاع اللحم بتاع الدجاج الصدر ده لونه بقى ايه؟ بيبيض، ما بقاش اللون ده. طيب شروط اختيار صدور الدجاج مع بعض كده عشان تبقى الحلقه بتاعتنا مفيده فيها كل حاجه. لازم يكون عندي الصدر بتاعي ما هوش دموي، لوني وردي كده زي ما شايفين بالشكل ده. مع بعض كده نشيل ده كده ونشوف، اه بالشكل ده كده. ما يكونش ابيض، لو كان ابيض من هنا واتحط عندي في الميه اللي بتغلي زياده، وبالتالي اللحمه عندي استوى شويه، وده يعتبر عيب تصنيع. رقم اتنين، ما يكونش دموي. يعني ايه دموي؟ يعني لونه احمر غامق. ده معناه يا شيخ محمد؟ معناها الفراخ عندي نفقه، ميته، ما اتذبحتش في المجزر، ماشي، في المجزر اللي هو الآلي، الفرخه لمت نفسها كده فالسكينه ما جاتش عليها، سقطت في الميه البنج اللي اسمها السخنه، وبالتالي ماتت في الميه السخنه من غير ما يحصل لها عمليه ذبح. خلاص كده؟ يبقى احنا شروط اختيار الصدور قلناها عليها. بعد كده بنمسك عندنا الصدر ده كده، الصدر ده اسمه فليه، مش كده؟ والفليه جواه فليه، يبقى ده فليه، وجوه الفليه في شريحه فليه اهي، شايفينها عامله ازاي؟ اهي اهي بنشيلها، يبقى دي كده اول حاجه بنشيلها. يبقى دي الفليه ده، يا سلام لما اعمل شويه تشيكن كده تندر ولا حاجه، حاجه ما فيش بعد كده. بعد كده باجي عند الجزء اللي هو شلت منه الفليه، في جزء هتلاقي كده اه خط اهو موجود اهو، شايفين الخط ده كده؟ اه باجي عند الخط ده وافتحه كده، شايفين ازاي؟ اه كده بالراحه، اه من غير ما اخلصه، اه كده خبطه صغيره جدا مسكينه، واخد الصدر ثاني كده عامله كده، وجاي من هنا اهو، والسكينه عندي تبقى زاويه 45 درجه كده، واجي كده اهو افتح هنا ثاني كده اهو، اه شايفين ازاي؟ بالراحه، الموضوع سهل جدا، حتى لو انا في البيت جبت صدور كامله اقدر اعملها كده اهو. حسيت ان دي تخينه شويه ممكن اخدها كمان كده، اه اه من غير ما اخلصها كده اهو. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بعد كده واقوم جايب واخد الكلام ده عندي وحطه عندي في اكياس زي دي كده، هنوريها لكم ازاي اهو، ونبدا نبطط عندنا الكلام ده. موضوع في غايه السهوله، بسيط جدا جدا، مش هنحتاج ابدا ان احنا نتعب ولا نعمل اي حاجه، والموضوع سهل جدا جدا. ناخد عندنا الصدر كده، والتاني كده اهو معانا، والتالت كمان معانا اهو كده اه على قد اكياس، وناخد ده كده ونجيب عندنا مبط او شاكوش او بايدي كده لو مفيش مبط او شاكوش. بصوا اه بس لو في مبط طبعا هيبقى افضل، او شاكوش موجود دلوقتي، الحاجات دي متوفره في اماكن ايه توريد الاشياء الفندقيه. اه زي ما انتم شايفين كده. حلو الكلام؟ ما سمعتش؟ حلو الكلام، تمام. بعد كده خلاص كده، خلاص الكلام ده بياخد معايا ايه؟ بصوا يا جماعه، ملح كده، وفلفل يفضل يكون ابيض، مفيش ابيض اسمر مفيش مشكله، لان ده هيخش جوه الدجاج من جوه، بس يفضل يكون ابيض، مش هعمل بيه صوص اه، فممكن يشتغل عادي كده. اقلبها تاني ناحيه تانيه اهو كده، ودي كمان كده بالراحه، خطوه خطوه معاكم، مش مستعجلين على حاجه اه كده. وادي له كمان شويه ملح اهو وفلفل، وممكن اديها عصره ليمون زياده في الاحتياط عندي، علشان يعني لو انا حاسس ان ممكن الفراخ عندي تبقى شويه زفره وكلام من ده، لكن احنا بنغسل فراخنا كويس جدا جدا بالدقيق والملح، وبعدين بنديها شويه خل، وبعدين بنشفها كويس جدا. بعد ما عملت كده ابدا بعد كده اكون عندي ايه؟ اكون عندي الحشو بتاع الدجاج من جوه. الحشو عباره عن ايه؟ زي ما قلنا عباره عن زبده، 200 جرام زبده للكيلو، لكن ده مش كيلو فاحفظوا معايا، الكيلو بياخد معايا 200 جرام زبده، لان كم الزبده اللي بيخش جوه
الدجاج مش قليل، زبده بندوله عندنا، بقدونس اهو مفروم كده، وبنديله عاية زعتر، وده هيكون اختياري لان الزعتر هنا مش في الريسبي، يبقى رش الزعتر اختياري، بقت على كده على الايه؟ على الكيف. حلو الكلام. ورشه ملح صغيره جدا اهو، وبعدين فلفل اسمر، خلاص كده وضع الكلام ده كويس قوي. طيب يا شيف محمد، بنسمع عن حاجه اسمها زبده مترو دوتيل، ايه هي بالمره كده؟ عباره عن زبده زي دي كده، بدعكها بالليمون، ادعكها كويس بالليمون لغايه لما لونها يبيض معايا، ادعكها بالليمون لغايه لما لونها ايه؟ يبيض معايا. بعد ما لونها يبيض معايا اديها بقدونس مفروم والفها رول واحطها على الحاجات المشويه، اسمها زبده مترو دوتيل يا مدام امال. الو استاذ امال، اهلا بيك يا استكل. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا يا اهلا بيك. منور الشاشه، انا مش بتفرج على حضرتك دلوقتي بس اكيد منور الشاشه. الله يخليك يا استكل، الله يخليك. بص يا شيخ، بصيت انا دلوقتي انا ربع شيف دلوقتي. والله العظيم. اه انا بشتغل، احنا هنا في قريه بس انا مع شيف زي حضرتك كده هنا في البلد. اه وبنروح الافراح هنا وكده. بسم الله ما شاء الله. جربت انا اعمل لهم خلطه للديك الرومي والبط. اه حطيت زبيب وبصل وكده، انا كنت سمعتها هنا على قناه الحياه. تمام. في ناس قبلوها وفي ناس قالوا طعمها وحش. تمام. انا مش عارفه بقى، طب اكملها؟ انا عندي فرح بكره وانا دلوقتي بجهز مش في البيت، بس قلت على كده حضرتك شغال. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، طالما انت بتشتغلي افراح في اماكن شعبيه او بلاد ارياف، حاولي تعملي الحاجات المالوفه ليهم شويه. يعني انا ما اجيش مثلا فرح مثلا وهم عامل لهم بط بصوص البرتقال واكون الفرح في قريه، اكيد ثلاث ارباع الناس 70% من الناس مش هيستصغوه. لا، انا اتبل الحاجه بتاعتي كويس جدا جدا وانضفها حلو قوي قوي واعملها صح، تتبيله تبقى عاليه بتاعتي، واديها شويه بهارات بتاعتي واعملها بطريقتهم بس بتتبيلتي انا وبشغلي انا بس بطريقه بلدي شويه، هتعجبهم ان شاء الله. وحاولي دايما ترضي اذواق معظم الناس الموجوده. شوف شوف يا جماعه كم الزبده قد ايه؟ كتير قوي اهو زي ما انتم شايفين كده، اخده كده الف رول كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وحافظ على شكل صدر الدجاج. يعني يا شيف محمد اهو شايفين عامل ازاي؟ اه ادي الشكل اهو بقى انسيابي اهو. ما خلوش قطعه واحده، ده مش بوبيات، بخليه احافظ على شكل صدر الدجاج زي ما انتم شايفين كده. اه شوف يا جماعه عامل ازاي؟ اه واحاول اقفله كويس جدا عشان الزبده ما تخرجش منه. شوف كم الزبده قد ايه؟ ما تستغربوش. مش كتير يا شيف محمد، هو كتير فعلا بس هي بتقدم كده. كده اه. ونحاول نحافظ على الشكل. بعد كده عندي دقيق بيض بقسماط، ادي البيض اهو كده اهو، اديله شويه ملح صغيرين خلاص بقى عشان ايديا كده بقى كلها دجاج، ملح اهو، واديها عندي شويه فلفل ابيض كده، وبعدين اضرب تاني كده، واجيب عندي الكلام ده احطه فين؟ احطه عندي فين؟ في الدقيق كده، وبعدين دقيق اهو كويس قوي، امسك كده كده اهو زي ما انتم شايفين، وبعدين ارفع بايدي الثانيه كده كده اهو، زي ما انتم شايفين كده ارفع بايدي اهو، اخد ده كمان كده كده اه، ارفع كده اجي هنا اهو يا مدام عزه. السلام عليكم. وعليكم محمد. اهلا مدام عزه، اهلا بيك. استكل اهلا بيك. تسلم ايدك. اهلا بيكي اهلا بيكي. لو سمحت يا شيف محمد عايزاك تعيد لي حته الصدور لما بتبقى حمراء وبتبقى بيضاء. عينيا حاضر. تسلم عينيك. تسلم عينيا حاضر. حاجه ثانيه؟ كل خير. بنشكرك جدا استكل. عينيا حاضر. زي ما انتم شايفين كده عندنا اهو، بناخدها كده ونقفل كده علينا كده اهو، واهم حاجه يا جماعه في الكلام ده ان انا احاول بقدر الامكان اقفل عليها كويس قوي كده، كويس قوي علشان الزبده عندي ما تخرجش خالص لما اجي اعملها. واهم حاجه عندي ادخلها عندي فين؟ في التجميد. التجميد مده لا تقل عن ساعه، اخدها كده عندي في التجميد وابدا يكون عندي الزيت بتاعي درجه حراره 140 درجه مئويه درجه متوسطه ل 170 ولا 80، عايزه درجه فوق الوسط بشويه ماشي، وابدا ان انا اخد عندي الكلام ده وانزل بيه كده، وانا بنزل بيه كده مخرجنا الجميل بيقول استعد يا شيف محمد، مش عارف استعد على ايه كده، مش عارف بيقول استعد على ايه؟ ها
اه كده ننزل بيه كده وسط هو الزيت عندي، هتبدا عندي يستوي كويس جدا جدا. لو حسيت ان هو بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم اليوم وسفنا دايما على تلفزيون الحياه. وزي ما وعدنا النهارده عندنا ايه؟ عندنا تشيكن على كيف، مش على الكيف، تشيكن على كيف مش على الكيف، وهنشوفها ازاي. وعندنا كمان صوص البيستو هنقدمه بشكل جديد ان شاء الله يعجبكم. هو صوص البيستو بس هنضيفه على حاجات تانية ونقدمه ان شاء الله يكون طريقه تقديم جديده جدا جدا، بحيث نجمع مجموعه خضروات كده وحاجات كده جدا فيه ونشوف هنعمله ازاي. كمان عندنا طبق تاني يوناني عباره عن كرومب ونشوفه هيتعمل ازاي مع بعض. هنبدا مع بعض اول طبق لينا النهارده اللي هو تشيكن على كيف. امتى نقول عليه تشيكن على كيف وامتى نقول عليه تشيكن على كيف؟ تشيكن على كيف هو ستاندر ما فيهوش تغيير، اضافه فيه تبقى على ايه؟ على الكيف. يعني وارد انا اضيف فيه، وارد، بس ما تسموش على كيف. او بسميه مثلا تشيكن على كيف على طريقه مدام فلانه او الشيف فلان او علان، لكن التشيكن على كيف ستاندر ما بيتغيرش في اي حته في العالم، بيتاكل كده، ما بيتاكلش غير كده خالص. هضيف عليه حاجه تانية يبقى على ايه؟ ايوه على الكيف. مقاديرنا بتقول لو انا عندي كيلو صدور دجاج من غير عض، كيلو صدور دجاج وعندي 200 جرام زبده في درجه حراره الغرفه، وعندي 3 معلقه بقدونس مفروم، معلقه ثوم مفروم، وعندي كمان فلفل واعشاب عطريه اختياري، يبقى هنا بقى لو ضفناها بقت على الكيف، ما ضفناهاش يبقى على كيف. بس انا عندي شويه بنعمل ايه؟ بناخده عندنا ونحطه عندنا فين؟ في الفرن. يبقى انا كده شفت لكم، بقول استعد على طول، بقول لي بريك، ايه رايكم نطلع فاصل صغير قد كده نرجع. عندنا في الزيت وبعد كده ممكن ناخده عندنا شويه، نحطه عندنا شويه في الفرن. لو حاسين ان هو لسه ما استواش شويه ناخده عندنا الفرن يقعد بتاع حوالي 5 6 7 دقائق 10 دقائق بحد اقصى، وبعد كده نطلعه عندنا ونقدمه. ممكن نقطعه اول، احنا المفروض ده بيتقدم زي ما هو كده، بحيث ان الجست او حضرتك اول ما تيجي تقطعيه تلاقي الزبده ساحت في الطبق ونزلت كده قدام حضرتك، بتبقى سخنه وطعمها جميل جدا جدا. ده تشيكن على كيف ومعروف ان شاء الله، وجربوه ويعجبكم ان شاء الله. وعندي نص كوبايه جبنه بارميزان مفروم او رومي لو ما فيش بارميزان، بس طبعا نفضل بارميزان مفروم. وعندي بعد كده فنجان صنوبر وملح وفلفل والكلام ده، هنشوف هنعمله ازاي. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، بس طريقه التقديم المره دي هتختلف شويه عندنا، وهنشوف هنقدمها ازاي. هنيجي هنا الطماطم هنعملها ازاي؟ هنفرغها، هنفرغها ازاي؟ هنجيب عندنا طماطمايه زي دي كده اهو، وناخد عندنا دي كده اهو زي ما انتم شايفين، ناخد عند القاعده دي حته صغيره جدا اهي، نوقفها كده نتاكد انها وقفت معانا. بعد كده ناخد عندنا دي ونبدا بمعلقه صغيره زي دي كده اهي، معلقه في البوله، هي كريم بيقول معلقه في البوله، ونحدد هنا كده. طلع تشيكن على كيف من زيت يا كريم اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو عندنا اهو، فرغت عندي بمعلقه، خدت عندي ادي الحشو بتاعي. يا مدام كماليه، مدام كماليه السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ اهلا يا مدام كماليه، اهلا بيكي، شكرا على التعرف معانا. الله يخليك، استقبال مفضلك. انا كنت عملت امبارح مهلبيه بالمانجا جميله خالص. جميله، ايه المشكله؟ يعني خفيفه جدا، وهي طبعا جايه بقى اقدمها للولاد بالليل وكده، وفرحانه لقيتها عامله زي الميه بس تقيله شويه. بس زوديها، زودي نشا. وهي ساقعه كده بقى، ممكن ازود نشا؟ حطيها على النار تاني حضرتك، تسخن تاني معاكي عادي يعني. خالص عادي، مفيش مشكله. طبعا لسه عاملاها امبارح يعني، مفيش مشكله خالص. متشكره جدا. زي ما انتم شايفين كده جبنا عندنا ادي لسان العصفور بعد ما حمرناه، عندنا سويناه، بعد ما حمرناه ادي سويناه، وعندي مجموعه خضروات مشويه اهي فرمناها. يبقى انا عندي لسان عصفور سويناه ومجموعه خضروات مشويه اهي زي ما انتم شايفينها كده قدام حضراتكم اهي، ماشي. بعد ما شويناها عندنا فرمناها، ماشي. وعندي ادي الريحان وعندي ادي الصنوبر، ولازم صنوبر. شوف محمد، الاساس فيها صنوبر، ما كانش فيه صنوبر حطي لوز محمص، ما كانش فيه لوز يبقى تحط عندك سوداني، بس الاساس بتاعها صنوبر. استاذ هاني السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ هاني اهلا بيك. اهلا بيك يا حاج محمد. اهلا بيك استاذ هاني، ازيك؟ شيف محمد فوزي، رمز الاناقه والجمال والابتسامه. ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. واهم ما يميز قناه الحياه هي دايما تتربع على عرش القنوات بفضل
يعني الشيفات الحلوين الجمال. الله يخليك يا عم هاني. احلى حاجه باحلى ابتسامه بنشوفها على الشاشه. الله يخليك يا عم هاني يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب. لان عنوان حب المشاهد للقناه هو الابتسامه الجميله اللي بنشوفها من الشيفات اللي في قناه الحياه. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. يعني حاجه تفتح النفس الصراحه. ربنا يخليك يا عم هاني، ربنا يخليك حبيبي، اشكرك جدا. بنقدم لك تحيات اهل بلدي هنا باولاد سيف والشرقيه كلهم وفاؤوس بلدك. الله يخليك، يبعتوا لك السلام. هي اصدقائي هناك بعتلك السلام محفوظ. ربنا يخليك يا هنا، ربنا يخليك. عايز بعد اذنك اسال حضرتك عن الاستاكوزا وطريقه عملها وازاي بتتقشر والمشوي والمقلي هي ما بتقشرش يا عم هاني. هي بص يا عم هاني، بتاخد ميه سخنه بتغلي مع بوكيه جرنيه وتشق نصين، وبعد كده بيتحط عليها حاجه زي البشاميل كده مع الهولنديز او هولنديز يعني. هنقول هنعمله مره ومرات، او نجيب بشاميل خفيف معاه شويه مشروم وقطعه زبده صغيره وصفار بيضه ونطعمها ونحطها فوق الوش، دخلها فوق تاخد جيلاتيه، بتتاكل كده يا عم هاني، ما بتقشرش خالص استاكوزا. يعني ما ينفعش حلاوتها في انها تتعمل كده، او تشوي وبعدين تتشق برده نصين وتتعمل بالطريقه ديت، تحط عليها الصوص هولنديز او تتعمل زي ما قلت لك كده تبقى زي الفل. ادي اول حاجه عندي الريحان. بعد كده بعد ما خدت الريحان ده كده عندي بضربه ضربه بسيطه جدا اهو، بس خلي بالكم مش هيشتغل معايا الا لما اديله ايه، زيت زيتون. يبقى اديله زيت زيتون. فين الجبنه البرمزيان يا كريم؟ زي ما انتم شايفين كده زيت زيتون معانا. نضرب، يبقى انا كده ضربت عندي ادي الريحان مع زيت الزيتون كده بالشكل ده اهو. نضرب تاني بنحط نص كوب زيت الزيتون، ده اساسي ماشي. وبعدين بجيب عندي ادي الجبنه البرمزان. مفيش جبنه برمزان، معلش كريم النهارده نسي، كان النهارده مشغول شويه. ماشي، ادي الجبنه اهو بنبشرها عندنا كده قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. طبعا دي طريقه المفروض تخش الثلاجه شويه اهي بالشكل كده، نجيبها عندنا اهو وناخدها نحطها هنا بالشكل ده كده عندي كده اهو. نضرب تاني عندنا، بجيب شويه ملح صغيرين كده وشويه فلفل. اخر حاجه عندي بحطها ايه، الصنوبر. الصنوبر عندي بتحط يا جماعه ولازم يتضرب عندي ضربه بسيطه، لازم يكون واضح شويه عندي مش مهري بقلب الصوص. بعد ما عملت الصوص كده بقوم جاي واخده عندي في حاجه في طبقه زي ده كده اهو. خلاص الصوص عندي اهو بالشكل ده اهو عندي. ادي البستو ده بينزل مع مكرونات، بينزل ممكن احطه مع لحمه مشويه بعد ما تشوي، احط معاه معلقه البستو تبقى جميله جدا جدا. بنعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه، بناخد جزء منه كده في حاجه صغيره زي دي كده اهو، اسيبها عندي كده في الاخر هاخدها اعمل بيها حاجه ثانيه. واقوم جاي واخد عندي الخضار المشوي اهو كده مع يا مدام رحاب، مع عندي المكرونه لسان عصفور اللي انا سويتها. مدام رحاب اهلا بيكي. ايوه لو سمحت اتفضلي يا مدام رحاب، اتفضلي يا فندم سامحك. عايزه لو سمحت اعرف الكالونالي اللي هو الايطالي، المكرونه الناشفه ازاي المواشي اعملها ازاي؟ اللي هي يا فندم تاني يا فندم، الكالونالي الايطالي اللي هي المكرونه الجاهزه الناشفه، عايزه تعرفي انت بتعمل ازاي؟ ايوه لو سمحت. انا يا فندم انا هقفل التليفون وهسمع حضرتك. حاضر يا فندم، عليا اتفضلي. الربع كيلو دي 2 بيضه ونص، معلقه زيت، رشه ملح. الربع كيلو دي 2 بيضه كبار ونص، رشه زيت، معلقه ملح. عجينه كويس جدا احطها عندي في قلب كيس، عجينه كويس جدا احطها عندي في قلب كيس. بعد ما احطها عندي في قلب كيس في الثلاجه لمده ساعه ساعتين ابدا افردها عندي ماشي، وبعدين ابدا احط فيها الحشو بتاعي، يا اما اسلقها الاول يا اما احطها
من غير سلق. لو من غير سلق بحط عندي في الصينيه بتاعتي شويه شوربه تحت خالص علشان يستوي معايا العجين وابدا اشتغل بيه. زي ما انتم شايفين كده هناخد واحده واحده نبدا نحشيها كده اهو. عايز اقول لكم طعمه حكايه كده اهو بالشكل كده اهو. نحشي كده. يبقى انا حشيت عندي لسان عصفور بالالبستو بالخضروات المشويه كده اهو زي ما انتم شايفين كده. حشوه جميله جدا وطعمها حلو. يبقى انا كده كاني بحشي الطماطم عادي بدل ما احشيها رز احشيها خلطه جميله جدا بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنخش بعد كده عندنا بالطماطم المحشيه بصوص الالبستو. طماطم محشيه بصوص الالبستو مقاديري بتقول لو انا عندي كيلو طماطم حجم كبير وجامده كيلو طماطم حجم كبير وجامده وعندي كوبايه لسان عصفور كوبايه لسان عصفور وملح وفلفل وعندي كوبايه خضروات مشويه. بعد كده الصوص عباره عن ايه؟ كوب اوراق ريحان، معلقه ثوم مفروم، نص كوبايه زيت الزيتون ولازم يكون زيت زيتون كده اهو زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو بنحشيها. ودي من الحاجات الجميله جدا نغير بقى شويه في موضوع حشو الطماطم وحشو بتاعنا الكوسه والحاجات ديت. ممكن احشيها في الكوسه ايوه ممكن احشيها في الكوسه بعد ما اسلق الكوسه عندي نص سلقه كده اهو. وادي الكيلو عندي على قد المقادير بالظبط اهو زي ما انتم شايفين كده. اجيب عندي فرشه زيت او اجيب شويه زيت وابدا احط كده احط الكلام ده عندي عليه شويه زيت وادخله عندي بعد كده فين؟ الفرن. تبدا الطماطم عندي تشوي واطلعه يبقى زي الفل. اهم حاجه عندي شويه البستو الاخر دول كده اجيب شويه كده اهو فوق الوش كده عشان تبقى حاجه الموضوع عندي يعني مع التوم كده مع الريحان مع الحاجات دي يديني تيست كمان جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو دي كده كمان كده كمان كده اهو اهو وخلاص كده. شويه زيت صغيرين جدا او اخد فرشه كده وابدا اهو عندي طماطم كده اديها زيت عشان لما تخش الفرن عندي تحمر معايا وتشوي معاهم وبقى احلى حاجه ممكن نقدمها معانا. دخلنا الفرن يعني تاخد معايا في حدود 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي وبعد كده هنشوف هتبقى عامله ازاي. يا فاطمه السلام عليكم. فاطمه السلام عليكم. مساء الخير. انا فندم ازي حضرتك؟ بقول لحضرتك انا عايزه طريقه التوميه بس تقولها لي على الهواء مباشره. حاضر يا فندم هقول لك عليها حالا. التوميه سهله جدا بسيطه جدا. في ناس بتعمل ايه؟ بتجيب المايونيز من الاخر يعني وتدي له معلقتين توم مفرومين وتضربهم عليه وتبقى دي توميه، لكن دي اسهل انواع التوميه. الحاجه الثانيه انا بجيب عندي بياض بيضه بياض بيضه احطها عندي في خلاط في الخلاط مع معلقه توم مطحونه كبيره جدا مع ثلاث معالق خل تقريبا او اربع معالق خل ماشي مع كوبايه زيت مع كوبايه زيت واجيب عندي في حدود نص كوبايه ميه بتغلي نص كوبايه ميه بتغلي واضرب بالخلاط وانزل الميه بتغلي. اذا ايه لازمه الميه بتغلي ديت؟ بتعمل عمليه بسطره للبيض عندي لبياض البيض عشان البيض البيض عندي ني. لو لقيت عندي فكه شويه بجيب بطاطس صغيره جدا مسلوقه اقطعها وارميها فيها بتلم معايا وتبقى دي احلى توميه. اظبط الملح والفلفل واكلها بالهنا والشفا. استاذ اسامه عايز فاصل ايه رايكم؟ نطلع فاصل صغير قد كده نرجع تاني. هنا عندنا بالزبده والبقدونس بعد ما غسلنا الفراخ عندنا كويس جدا وشرحناها من غير ما نفصلها وبعد كده حطينا جواها كتله زبده مدوره كده وحطيناها عندنا بعد ما حطيناها دي بصمات بانيه وحطيناها في الفريزر طلعناها عندنا رصيناها وهنجرنش معانا بترو شيبس ترو شيبس اه عندنا نجرنش بيها كده شويه هنا كده جميل جدا. وادي فتحنا السوسته بتاعتنا وبعد كده بعد ما نخلص عندنا بنقفل تاني بالسوسته وكاننا ما خدناش حاجه عشان نحافظ على شكل ايه البطاطس بتاعتنا ما يحصلهاش ايه ما تطراش معانا وكيس عائلي كويس ان شاء الله نستخدمه اه مع بعض كده. اقفل تاني اه نقفل تاني عندنا كده ولا كاننا عملنا حاجه اه. بعد كده هجيب عندي ترنشات من الليمون كده اه عندنا بالشكل ده كده ونبدا نجرش عندنا الطبق ده
بيبقى حلو جدا مع الترانشات الليمون كده. اها ناخدها كده وبعدين كده. وقلنا اختيار عندنا الدجاج بنختارها ازاي. لازم يكون عندي دجاج لونه احمر. يا ريت التاخرين تجيب لي بعد اذنك تجيب لي تاني الصدور عندنا نوريها للمشاهدين علشان يبقى الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا ان شاء الله. ادي اهو عندي اهو وكده قدمنا عندنا بالليمون الجميل ده، يا رب يعجبكم. وممكن اخد لها كمان حته فلفل حرقه كده حمرا كده هنا بالشكل كده علشان نكسر اللون شويه. وكده عندنا ادي تشيكن على كيف مع الليمون ومع الترو شيبس. هنيجي بعد كده عندنا الطبق الاخير بتاعنا اليوناني، طبق سهل جدا وبسيط قوي، اسمه كلوكاثيكيا. كلوكاثيكيا صعب اسمه شويه، مش مهم تحفظوه. طبق يوناني مكون من الكرنب ومكون عندنا من السوسيز وعندي رز كمان سلقته. ونشوف مقاديرنا بتقول ايه. مقاديري بتقول عباره عن 1.5 كوبايه رز مسلوق، 1.5 كوب رز مسلوق، وعندي حبه كرنب وسط قطعناها، حبه كرنب وسط قطعناها. التليفون قطع يا فندم، تكلمينا تاني. نبص على الفرن كده يا اسامه مع بعض كده. بدا عندي طماطم اهي، يا سلام. اه بقى حاجه عايز اقول لكم ريحتها وطعمها اهي. ام طارق السلام عليكم، نشكرك يا اسامه. يا استاذ ام طارق اهلا بيكي استكول. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. محتاج اسال حضرتك فضل. الورد اللي بيتحط على التورتايه اللي هو بيتعمل بسكر الجلوكوز يعني بالالوان، عجينه اللوز او عجينه السكر. عجين السكر انا مش عارفه اعملها. عينيا حاضر هنجيبها لك دلوقتي. ها يا فندم نقول لك عليها. عينيا عجينه السكر حاضر يا فندم. عينيا هنقول بس حاجه صغيره اسامه بس عشان بخلصنا الموضوع ده خالص. هنا ادي دجاج عندي، بنختار الدجاج عندنا صدور الدجاج اللي يكون لونها وردي زي كده، ما تكونش لونها ابيض. ابيض يعني نزلت عندي في الـ في الـ في, الـ في الميه بتغلي كتير، وبالتالي استوى جزء من صدور الدجاج، يعني نزل عندي الدجاجه بعد ما اتذبحت في الميه السخنه كتير، وبالتالي جزء منها بيستوي ولونها ابيض. او نجيب او ما نجيبش كمان الصدر اللي يكون مدمم قوي لونه احمر قوي، لان ده بيكون اصلا فراخ نافقه. فدايما بختار اللي هو الصدر اللي هو لونه عامل كده وشكله عامل كده ماشي. وكده بنطلع فاصل صغير قد كده ونرجع. وبصله واتنين معلقه زبده وحزبه بقدونس، وعندي معلقه طماطم بيست اللي هي البوري يعني، وعندي نص كوب جبنه شيدر ده اختياري، وخمس صوابع سوسيز، وعندي طبعا ملح وفلفل، وعندي 1.5 كوبايه ميه. هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي بنعمل ايه، بنجيب عندي ادي حله على النار، واجيب عندي البصلايه اهي، هبدا اقطعها عندي كده. ممكن اقطعها كمان جوانح عندي مش مشكله، بس يعني اهو كده بالشكل كده. قطعناها كده، ادي البصلايه كده كده. بعدين اجيب معايا ادي قطع الزبده، ادي الزبده اللي عندي كده، مع معلقه زيت عشان الزبده عندي ما تحرقش. وابدا انزل عندي بالبصل بتاعي ده الجميل ده كله مع بعضه. اجيب عندي بعد كده السوسيز ده اهو، ابدا اقطعه كده. بالشكل كده اخده عندي هنا برضو تاني كده اهو بالشكل ده، ونقلب مع بعض كده. ام عصام السلام عليكم. سام ام حسام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا ست الكل، اتفضلي. اي ام حسام اتفضلي يا ست الكل. انا عايزه الفريسكا النوعين، لان انا حفيدي عايز نفسه ان انا اعملهم له. حاضر. الفريسكا اللي هي بتطلع في اسكندريه دي مش كده؟ اللي هي شرائح البسكويت اللي هي في اسكندريه، ولا بطاطس فريسكا؟ انا برضو انا في اتنين فريسكا، في بطاطس فريسكا ودي عملناها قبل كده، لكن الثانيه ان شاء الله هنقول لك عليها بتعمل ازاي، هنقول لك كمان على بطاطس الفريسك بتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين كده بنقلب مع بعض كده. بعد كده انزل عندي ادي بالكرنب، كرنب بقى قطعناه كده بالشكل ده، اقلب برده شويه عندي كده. بعد كده طبق سهل جدا وبسيط واقتصادي، وممكن نعمله بسهوله جدا جدا. عندي قطع من الفراخ، ممكن اعمله قطع من الفراخ ماشي، مفيش مشكله خالص. ادي معلقه طماطم البيست ها بالشكل ده. وبعد كده اجيب عندي ادي شويه الميه اللي قلنا عليهم، الميه اهي
اسيب الكلام ده عندي لغايه لما يستوي شويه كده مع بعض. ماشي، عندي رز اهو، ادينا يا كريم من فضلك رز اهو مسلوق سلقناه اهو عندنا اهو، نبدا نصفيه عندنا اهو. على فكره احنا سلقناه بالظبط، ادينا له ميه يعني زياده شويه مفيش مشكله، ممكن نصفيه كمان بس هنسيبه شويه عندنا. ده يا جماعه عندي، ادي عندي ده، هسيبه شويه لغايه لما يستوي عندي كرنب شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. يبقى احنا كده اول حاجه خدناها عندنا بصلايه مع قطعه زبده مع شويه زيت، بصلايه عندي يا دوب دبلت معايا، حطيت لها عندي طوابع السوسيس قطعناها، حطيت لها كرنب، حطينا عندنا اللي هي طماطم البوريه البست، بعد كده عندنا ناقص الملح والفلفل، ادي الملح اهو عندي اهو شويه ملح، وادي كمان الفلفل كده. هو كده تقريبا الكرنب عندي يكاد يكون استوى شويه، هجيب عندي الرز بتاعي ده واحطه هنا كده اهو اهو، اقلب الكلام ده مع بعضه اهو، نبص بصه كده على الفرن كمان بعد ما نخلص زي نقلبها كده اهو مع بعض كده اهو. مدام كفاح السلام عليكم. مدام كفاح. مدام كفاح اهلا بيك يا مدام كفاح. ايوه اهلا مدام كفاح، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه يا مدام كفاح؟ اتفضلي. عايز اسال المفاتيح الساعه فندم مينو اللي هي الطبق اليوناني اللي عملناه غرفناه، واخر حاجه بجيب عندنا شويه جبنه كده اختياري كده نحطها فوق الوش كده. يا سلام، طبق كامل متكامل العناصر الغذائيه، في خضروات عندنا وفي عندنا فول، كمان عندنا البقدونس اخر حاجه عندنا ونقطعه كده. يا مدام اماني السلام عليكم. سلام الله وبركاته. اهلا مدام اماني، اهلا بيك استكول. اهلا يا شيف. اهلا بيك، اتفضل استكول. شيف عايزه اسال حضرتك دلوقتي، انا دايما بشتري زيت زيتون نوع بيبقى موجود في علب في علب مش في بقى. ايوه عارفه عارفه. اوكي كان كويس جدا، اشتريته اخر مره لقيت لقيتيه، انا اقول لك انا اسمعيني، لقيتيه عامل زي السمنه صح؟ صح؟ صح كده؟ ده بقاله فتره، بقاله فتره او متخلط مع زيوت تانية، ده كده متخلط مع زيوت تانية. زيت الزيتون انا عمره في حياته ما بقى عندي زي السمنه ابدا خالص، لا صيف ولا شتاء، ده بتخلط مع حاجات تانية. حصل معايا على فكره ونفس المشكله دي كده. هنجاوب على اسئله. اول سؤال جالي في الفاصل، ازاي نعمل رز بالخلطه؟ ركزوا معايا كويس جدا جدا، عشان رز بالخلطه دي ممكن يتاكل مع اي حاجه بسيطه جدا في البيت. انا النهارده عملت فرخه في البيت روستو في الفرن، بعد ما عملتها روستو في الفرن او عرق لحمه تريبيانكو او اي فخده، او عندي عظم زي ما عملناه امبارح شويه عظم كده ناخدهم نحرقهم مع بقي جرنيه جزر كرافس كرات بصل توم، احرق العظم احط عليه الجزر كرافس كرات البصل التوم، بعد ما احرقه احطه عندي على النار يغلي لغايه لما يديه اللون البني، اصفيه وبقوم جاي بعد كده واخد عندي بصلايه مفرومه صغيره مع معلقه زبده وزيت على النار، يا دوب بس البصلايه عندي يا دوب تاخد اول درجه من درجات الجولدن، انزل عليها بالرز اقلب الرز كويس قوي فيها يسخن، واكون مسخن عندي الايه اللي هو الديمي جلاس او الجو او الرمياج او الحاجات، خلصت العظمه او الفراخ اللي استوت عندي او اللحمه اللي استوت عندي في الفرن او العظم، اكون مسخنها كويس جدا بتغلي معايا، والرز هنا فين بيسخن معايا. ادي الرز معلقه قرفه، الكيلو بياخد معلقه قرفه، بياخد معايا معلقه صلصه طماطم بري، بياخد معايا ورقه لورا وحبهان، واقوم جايب عندي البيون ده اللي هو الديمي جلاس او الرمياش ده، واسقي بيه ايه الرز، واغطي عندي الرز بتاعي لمده 5 دقائق على نار عاليه، بعد كده اوطي النار هاديه خالص تلت ساعه وعلى ضمانتي اغرف الرز من غير ما تقلبيه على نار هاديه كمان ربع ساعه تلت ساعه على ضمانتي، طلع الرز اغرفيه على طول من غير ما تقلل فيه كل شويه. يبقى احنا الاول خالص بنسخن الرز قوي من غير ما يلون معانا مع البصلايه، وبعد كده بنديله معانا ايه معلقه قرفه، بنديله معلقه صلصه طماطم بوريه اللي هي البطرمات ديت، بنسقيه عندنا بايه، بنسقيه عندنا بناتج تسويه الديمي جلاس او الرمياج او الـ العظم اللي احنا سويناه عملناه امبارح، بنسقي بيه وبيطلع معايا احلى رز بالخلطه. شيف محمد، لا عندي العظم ولا عندي فراخ مشويه في الفرن ولا عندي عرق روستو ولا عندي حاجه من دي خالص، بجيب مرقه لحمه شوربه لحمه بحطها واعمل نفس الخطوات ديت وماشي، واحط معايا بدل معلقه صلصه طماطم بحط معلقتين صلصه طماطم وكده بقدمه. مدام ناني السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ محمد. اهلا مدام ناني، اهلا بيكي. ازي حضرتك عامل ايه؟ يا اهلا يا مدام ناني، اهلا وسهلا. ازيك يا ابن بلد يا غالي. يا اهلا بيك يا استاذ كل، يا اهلا بيك يا مدام ناني. اهلا بيك، اتفضلي. بص يا شيخ، طبعا انا عايزه بقى ايه الاول اشكر كل العاملين في قناه الحياه الحمراء والموف، وكل الشيفات في كل القنوات برضو بتوع الحياه والحياه كلها. الله يخليك. وطالبه من حضرتك طلب صغير، تعمل لنا المفتقة وتعمل لنا الكسكسي عملي على الهواء. حاضر عينيا. حاضر. والنبي ما تنسى. لا لا لا، حاضر عينيا. موزاريلا الله يخليك. حاضر عينيا. حاضر عينيا والله. الجبنة موزاريلا ان شاء الله هنعملها، وعدتك ان شاء الله، والمفتقة نعملها والكسكسي نعمله عملي كمان على الهواء، مفيش مشكلة خالص، تحت امرك يا مدام نيل. الاسئلة اللي جات لي تاني، في اسئلة من امبارح، بسكويت المالح جالي امبارح سؤال عليه، عشان كده كنت اعتذرت. الواحد ونص كوبايه دي، ربع كوبايه زيت، اتنين معلقه سمنه، معلقه صغيره ملح، نص بيضه، معلقه لبن بودره، قليل جدا من الميه، قليل جدا من الميه، نص معلقه بيكنج باودر. تاني نقول مقادير: كوبايه ونص دي، ربع كوبايه زيت، اتنين معلقه سمنه، معلقه صغيره ملح، نص بيضه، واحد معلقه لبن بودرة، نص معلقة بيكنج باودر صغيرة، قليل من المية، الزبدة والزيت مع بعض، بضربهم كده معايا مع البيض مع كل حاجة. أعجن عجنتي، مش محتاجة مني تعجن كتير، أعجنها وحطها عندي في التلاجة شوية ربع ساعة كده، وأفردها عندي وأبدأ أقطعها عندي وأبدأ أخرمها بالشوكة، أدخلها عندي الفرن على درجة حرارة 200 درجة مية، بتاخد معايا 15 دقيقة. دي هيطلع معايا أحلى بسكويت ملح. عجنت السكر، الخمس كوبايات سكر بودرة، خمس كوبايات سكر بودرة، بياخد معاه نص فنجان عسل جلوكوز، لازم عسل جلوكوز معاه، لازم، ماشي؟ ومعلقة ماء زهر عشان طعمه كمان، ونص فنجان كورن فلاور اللي هو النشا، واتنين معلقة مية. بحط عندي السكر مع عسل الجلوكوز، ماشي مع مية الزهر، وأحط عليهم النشا، أحط نص كمية النشا معاهم مع معلقتين مية، وألم في الآخر عندي بالنشا وأحطها عندي في قلب كيس، وبعد كده أبدأ اعملها عندي كور صغيره واعملها ورد. حسيت انها طريه منه شويه، ازود لها ايه شويه سكر وشويه نشا تاني عشان تمسك معايا، عشان الورده بتاعتي ما ايه ما تسقطش مني. مدام فاطمه السلام عليكم. مدام فاطمه السلام عليكم. مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا. من فضلك عايز اعرف طريقه الكريب، بس طريقه سهله وصوابع زينه. كريب حادق ولا 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 حلو؟ لا حلو. بالعسل. حلو. 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 حاضر. بص يا استاذ كل، العفو يا فندم. بص، خمسه بيضه، خمسة بيضة، أضربهم بالظبط مع معلقة سكر، خمسة بيضة مع معلقة سكر، ماشي؟ مع لتر لبن، خمسة بيضة، معلقة سكر، لتر لبن، كوبايتين إلا ربع دقيق، كوبايتين إلا ربع دقيق، ماشي؟ وبعدين بعد ما أضرب كل الكلام مع بعضه، ورشة فانيليا صغيرة، أضربهم وأجيب عندي معلقتين أو ثلاثة زبدة سايحة، أسيحها على النار وأحطها عليه، أضربهم كويس جدا جدا، أخد الخليط ده أحطه عندي بعد ما أصفيه. بعد ما اصفيه كويس قوي احطه عندي في الثلاجه شويه قيمه ربع ساعه، وابدا اعمل عندي الكريب بتاعي، واقدمه مع الشوكولاته مع الموز مع البرتقال مع اي حاجه، يبقى كده الكريب بتاعي الحلو عملته. الانيس او بسكويت اليانسون جالي سؤال عليه امبارح. اربعه بيضه، رشه فانيليا، ثلاث ارباع كوبايه سكر، اضربهم مع بعض كويس جدا لغايه لما يعمل معايا هاي فوم، يعلى معايا يبقى عامل زي الكريمه، شرط اساسي. بعد كده اجيب عندي كوبايه دقيق، معلقه بيكنج باودر، معلقه يانسون حصى كامل زي ما هو، اتنين معلقه نشا، اخلط كل ده مع بعضه واحطه عندي على خليط البيض مع السكر، اقلب كل الكلام ده مع بعضه، وبعدين احطه عندي في صاج مدهون بالزبده متعفر بالدقيق، ادخل فرن عندي درجه حراره 200 درجه مئويه، تاخد معايا 15 دقيقه. وعندي الانيس دايما يتحط مش عالي، يتحط دايما ارتفاعه في حدود 2 سم او سم ونص، بيترفع معايا حدود 3 سم او 4 سم، هو ارتفاعه كده بالظبط، بعد كده يطلع عندي اقطعه وادخله الفرن عندي يتحمص. عايز اقول حاجه مهمه جدا، في ناس ممكن تعمل رز بالخلطه، انها تجيب رز وتحمره في سمنه وزيت او سمنه وبعدين تصفيه وبعدين بعد كده تسقيه شوربه. انا شخصيا مش شايف الرز بالخلطه ده شغل، يعني انا شخصيا كل حد له طريقته. شفت ناس عملوه كتير في 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 حفلات كنت انا موجود فيها، وهم بيقولوا دي رز الخلطه بتاعنا، والله شفته كده وبيعجب ناس، لكن انا شخصيا مش بيعجبني خالص الطريقه ديت خالص. طيب الاسئله اللي جت لي النهارده يا دينا، من فضلك استاذه دينا، استاذه دينا.
طيب واضح كده ان مفيش اسئله تاني عندنا؟ ماشي. طيب طيب نراجع الاكل بتاعنا، احنا عملنا ايه النهارده؟ طيب في بطاطس فريسكا جت؟ اه جت لي بطاطس فريسكا، نجاوب عليها بعد اذنك. طيب بطاطس فريسكا جت لي، هجاوب عليها. الفريسكا احنا جبنا بطاطس عندنا قطعناها اتخن ما تسيبش شويه، سلقناها، خدنا سلقه، خدنا بطاطس كامله سلقناها تقريبا في حدود يعني نص سوا، يعني قطعناها بعد كده اتخن من الشيبس شويه. بعد كده جبنا عندنا خلطه عباره عن دقيق، دقيق ودقيق ذره، وحطينا له بصل بودره وثوم بودره، بصل بودره وثوم بودره، وادينا له كمان شويه بابريكا صغيرين، وادينا له ممكن ندي له شويه شطه لو حبينا تبقى عندنا تبقى شويه حرقه. ممكن اديله كمان عندي بيضه، اضرب بيضه معاها او بيضتين، وبعد كده اخد عندي بطاطس احطها في الخلطه ديت، احطها عندي في الزيت، اخد البطاطس عندي ارش عليها برده نفس المكونات التوابل ديت، وبعدين اخدها عندي احطها في الخلطه ديت احطها عندي في الزيت، تبقى دي بطاطس فريسكا بتقدم في المحلات. هنرجع تاني، عملنا ايه؟ عملنا تشيكن على كيف، تشيكن على كيف ستاندر معروف، بجيب عندي صدور الفراخ بفتحها عندي من غير ما تفصل معايا خالص، بدقها عندي بحطها عندي في حشوه جوه، زبده وتوم وبقدونس، زبده توم بقدونس، الفها رول اعملها بانيه، دي بيض بصمات. بس اهم حاجه عندي علشان التست بتاعي يطلع كويس، اهم حاجه عندي ان لازم اغسل الدجاج بتاعي كويس بالدقيق والميه والملح، دي ميه وملح، ويا ريت شويه خل صغيرين جدا في الاخر واشطفها كويس قوي، تبقى حتى فراخ كده ريحتها جميله قوي قوي، حتى قبل ما ايه، قبل ما احشي اي حاجه بعملها دي بيض بصمات، ادخلها عندي في الفريزر تجميد، اطلعها بعد نص ساعه وساعه، يفضل يكون ساعه، احطها عندي في زيت يكون متوسط الحراره 140 150 درجه مش عالي قوي، اسيبها عندي تحمر، بعد كده اقدمها. اول ما تكون سخنه حط حضرتك تحط فيها السكينه كده، تلاقي الزبده ساحت في الطبق كده، تستاهل حتى وطعمها حلو جدا. بنشكركم جدا جدا، بنشكر مخرجنا الجميل اسامه، بنشكر مساعد مخرج، بنشكر دينا النهارده اعداد، بنشكر مصورين، بنشكر كريم ربيع، محمد ربيع. نلقاكم على خير ان شاء الله في نفس الميعاد يوم السبت ان شاء الله، ونشكركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.